بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه ومصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد فيقول رب العزة جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سورة الزخرف والمكية وزخرف مع أبنهاي ترسي ترتيب قرآنك وصورة الفضل يستطيعات وصدقية فرطانات آيات كيلوه كوية هاي سبيت لي سيار سيار لي سبيت لبوك كوية هاي سورة دان سورة في العصرين يمكي التحيي وصورة دي مبنابر لي حق يمينك بالله يا تطورها هذا الكبير تحي وصورتي أفراد وكي حق أن يكرم بدل في اليوم صورة مقابل عفو أهي نور صورة مجازية صدع صورة الدخان أفر صورة الزخر وفويا مركز صورة دان حيارها يكبر من دلتوها الكبيرة ومركز جوبات بيبنان تسين دومتو كتاب إله سبحانه وتعالى قيمها كلية هي بتقوى ربي دونها وحيقوى ربي دونها كتاب كاساه قيمها بان تضرر وقوى ريمان ايوه الديدي دونا يدد كاسهيرا وحي الهي كروحة ربي دون سبحانه حيقوى ربي دونها كريس الرسالة لما كتاب كان قد البيري كتاب سعود الجيوه سمك ايمانه ان سألوا صناحين بالله ويلقوا الرئيي أصول كان في سجن أبوها بكي لو خطبه لو نميس كريه سوشا إنه يهي أود إلهي بتابد الله سبحانه وتعالى أقول ربي سبحانه يقول لي جاهدية لها يفهم شبه وضعي بتابد الله أقول ربي سبحانه قصته نبي الله موسى فرعون وحي كتاب ريسا أي وحي كتاب الله نبي الله عيسى حيابها قلوب بغني سوق الكفر بدونه حيابها صعب ومختبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. حامي الله على المراد حي يمين وحروفه جاي هذا أول كنت عرفتها كذا وياها طبعا على قلت لي سكيريو ويا إلهي إيه من المجرم رسول كان عليه الصلاة والسلام مفصلا اللغة العربية دير لورنتو لهي المعيو حي يمين معنى إلهي ذهي لو أقوانين سيدة درتي رحمة دينينا الله أعلم بمراده حي يمين مراده يوم الجدد إلهي الكريم يحكمته بقرية وحباري ألا يرى سبحانه وتعالى قال تعالى ربي وحي والكتاب ما قرأته كتاب المؤمنين نسأل عطاء وحنا الدين يي نسأل دارتي يي سبحان إن النجا إبا جعلنا ويا لي وكتاب قرآنا بالعرب كلاجا أخيوم لا ترى لو حفظ يوم عربيا وعربي وجاء بلغة العرب لقد أصبحت وجوها للجري وقد أصبحت بسعود الجري وحال إلهي السيدة بسعود الجري لقد لعلكم من المدنتهين تعقلون تفهمون تتدبرون إلى تفهمتان وكرتان وتقردان ما دام منقضي إذنك أتروح ليسير إله بسعود الجري سبحانه وتعالى وإنه كتاب أبرانكي وهو بسمية في أم الكتاب كتاب القرآن هو يدور وحي أصل أبا هو يلي من هذا مركا كتاب الروح محفوظ كا أسجى هو يدي كتاب وبهر كاسم قرية هاي أصل لدينا أنك إباء أنت نضع حاضر من جلال سبحانه وتعالى كاسم علي صغيرية قدر كيسة يقايه سات يشرف تيسا وقصر هيا حكيم وحكمة منوي حكمة بالغة ويبه إلى سبحانه. هذا كتاب كان إلى يبت المعين المبين هي فتجاءكم من الله نورا وكتاب مبين كتاب عدل إلى يبت المعين سبحانه وتعالى وإن عدل روعة كأمن بالله ورسوله
iftiinkaas loo dejinay marka qofkii iftiinkaas ka dabeelaaye qofkaari ku dhacday weeya qofkii kitaabka qiimahaas leh qalbigiisa uusan ku jirin asagana qof uu daraystay wey marka wuxuu leeyahay ilaah subxaana watacaala waxaanu ka dhigmay kitaabkaas qur-aanka qur-aan carabka laga akhriyo waa laba magac oo magacyaha qur-aanka ka mida kitaab waa magac magacyaha qur-aanka ka mida qur-aan isagana waa magac oo magacyaha qur-aanka ka mida waana labada ugu muhiimsan wixii la akhriyo waa dhifte wixii la qorana ma baxsado maa kutiba qara wama xufida far wixii la qoraayo musugnaa laakiin wixii intii la xifdiyo alla daa'imina la joogtay isaga inu baxsada waa dhici kartaa marka waa labada magacy ugu waaweyn qur-aanka magacyihiisa luga alcarabiya baa ilaah ku soo dejiyey luga alcarabiya waa asxaluqaabi waqooyinka oo dhan luqada ugu fasaaxada badan ugu balaamada badan ugu macaanida badan ugu balaadhan waxaana ilaahay sidaa ugu soo dejiyey qadaray ku hadli jireen inay luqadii intay fahmaan qur-aankii gardaan oo dhuuxaan dadna ay ku dhaqmaan buu yidhi ilaah subxaana marka kitaabkaa qiimaha badan loox maxfuudku yaalaa gacanteena waa ku jiraayo waakan hadda gacanta aan ku haynno suxufna uu yahayo qoraagta safarada la yidhaahdo iyagana waa hayaan waa kitaabkaa sidaa u sharafta badan waa kalaamkii ilaahi subxaanahu watacaala inahu lakitaabu casiizu la yaatii libaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi tanziilu min xakiimin xamiid kurtiisa baatil iman maayo dibtiisana baatil iman maayo xataa yanzallahu adooma calayh ilaa ilaahay dhulkaniyo wixii dabarkiisa dhanka uu ka dhaxalo kitaabsaa u qiimo badan war kitaabigaa soo dejinuu leebe kitaabkii almuhiina wax cadaynayey dayb inaa nagajacnaa waa yeelay kuwa kitaabkaasa qur-aan carabka lagu akhriyo oo carabka laga akhriyo carabiyan oo luqal carabiyana ku soo degay lacallakum tacqiluun likay tafhamu inaad wax garataan wa inahu kitaabkani fii ummi lkitaabi kitaabada hooyadood uu ku yaalaa dhexdiisa u qoran yahay oo nabiyulaahi muuse iyo waxaa la leeyahay ciisa oo ku nabi
bizi tenne bindirmey. Badana bu yüle fil evveliyin umadihi hürriyi ehdala. Ve ibn ummetin illa hala fiha medin. Umadetti ve cirto illa undira badire. Umadetti. Musa ve Nuno min nebiyin nebi umad imanin. Umadaha hürriyi illa kanu vahya hayin. به النبي يستهزئون وكجسسوا نبي حقرا ونبي سيرعيا كاسي اهايل حتي نبي ساو غري حين يريد الناس وين هلاكو فاهلكنا ونشغلو اشد وقدر شبلا منهم هو عرفت اهل المكه بطشا حقق بشر والرعاه وكرم ورشد منا قوة كم نروح بضنك هنا انت نروح بضنك عبد السلام انت بك انت تدري نواه اليوم رئيس البوض وكاين وكاين بورا وكاين كل بريك سوي سريين ومضى واحد تقيل بريك مثلا انه ورينا كوي هاي تلمام هذي يسكف هذي كاسات تلمركي تقيل او هاي كل هلاقي لك اكو ورمية كاتفر عبرق على التدوي فقصص القصص لعلهم يتفكرون وحال لم يلوين مغور بسوري في هرم سي اي دد كاري اي هو السمان مركع وحوالي ومضام مثلون او ورينا كوي هرم تلمام هذي صفات هذي اعلوي ينكودي اي ورم باتريو ورام موقع داني غي مركع تلمع حدا هو عدم قوضك بعد هذه السحوة يقول علم وكم بدنا وكم بدنا برسلنا بالله من نبي النبي في الأولين وكيه المهد وما يأتيه مؤمن مرة هو هري من نبي أي نبي مؤمن النبي إلا كان وحي هذا به النبي يستهزئون وهو جسسوا حلو الجنة وصاحر ما أنا وابا ما رسمه مجنون وابا وانيا ما هي وكاين كتاب قابل ما هي وحدتك كقد يا واساطير الاولين بانه هاي او صورتين وحي الله سبحانه اهلكنا وانا من اشدق وقدرها شبرا منهم قوة سكودي استنقاض اما كنشوا هو قدرا بانه ربنا بطس حق الخوشوطي حق الحوقة حق بقاراها حق مالات المصنعة اسمع نعوبة طبعا حتى جاي مثل الأولين من يهوي تلما مهودي ما حتى جاي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم يمكن المكاع مشركين تهديل ويديهم والعيب يعني سي ليش عيب تقطعي تلنا تيرد العيام الأحيان يمجر من صوتها وكتا يسجر إلا عند إلهي وقراد مع سيدنا وقراد صفر في بيران المتغير هذه اللي هو يديه وقل يا سيد المبلالية وقال حتى الميالك وقضاها يبورها وشر كان محروم يا مسلمي هذه اللي لله وحيري أن الحقود العزيز الغالي الذي لا يغلب الله حسن أود القادم العليم يوحب المرب فكا لغضا السفاق وحوالي وما تصفه إلهي كل قيسة وهم مرة أود يأوان أود يأوان قال تعالى ربيوح إلوهي سألتهم هدادوا يتسوا لمن كانوا شركين دا من أحد كيبا خلق أومي السماوات الريالة الضبضة وهل كعبو تاري والأرض الريالة الضبضة يا أبوري يقولون وحيليهم خلق وحاوريهن ركع يبرلك العزيز ليهود بأبوري العليم وهو البر طيب مركع طبعا أخيمات خوف أصبح المحمد الدوري وضع غيره الذي عليه بأبوري جعل يري لك بذلك الأرض دورك محمد كل ذكري ركي بقول ضربت مساحه ضربت مصاحه ضربت مصاحه ضربت كله وقل ما الهي نوري سبحانه وتعالى لما وجعل روحه يا ري
qaadada gudaheeda suqura wadooyinka tasrukuunaha ilaa maqaasidikum waxajaatikum wadada waxaad ku maraysa bixindari hadeedihiin hawada haddii imaata dariqaa qabato inaad diyaarad raacda hadday noqoto diyaaradda waxay maraysaa khad bay maraysaa wado ilaahay jaacay bay maraysaa markab haddaad raacayso oo sida oo kale khadad bay kala leeyihiin dur haddaad u safrayso ma baabuur wado ma gaadiid kale iyadana khad baa lagu safraa marka suubra wadooyinku ilaah burburkii ka sameeyey lacalakum tahtaduuna inaad ku xanuuntaan danihiinna iyo xaajaadkiinna inaad ku xanuuntaan inaad ku gaadaan halka waxaa ku bidhaama marka haddii hawo la joogay haddii bad la joogay haddii beri la joogo waday ula baray wado ee lagama maarmaan tahay hadday wadadii lagama maarmaan tahay ummadda cidda hun jooga hawo ee masaalixdii ummaddu ay lahayd iyagu gacanta ku haya waxaa laga rabaa inay wadooyin u sameeyaan wadooyin inay u sameeyaan saa darteed maqaaladii cumar radiallahu canhu ardaa wuxuu yidhi low casarat baqratu fi lciraaq baqar wadabeer hadday ciraaq kusii birraxto jidka oo wuxuu sababtiisa la sa'lami allah lima lam tusrix ariiq ya cumar waa dameer awabaaruka bibanu aadam dadka banu aadamka maxaa umaraysa marka dameertaas baqashaas haddii la isweydiirayo haddii oo dariiqu xumaado ay ku dhibooto qof bay wadaa marar bay wadaa ya maxaad maraynaysaa baabuurtu meeshay marayso ama bini aadamku u marayo ya maxaad u maraynaysaa marka waxaa laga rabaa masaalixda guud baa la yidhahdaa arrintaasoo kale waxaa laga doonayaa dadka madaxdeedii inay wadooyin ku firan ummadda inay u sameeyaan baa laga rabaa waayo nin walba meelku u safraya meesha ku safrayana dan baa ka jirta marka waa inuu helo wadadii uu ku gaari lahaa wuxuu leegu wareegsaarta haddaad weydiiso nimankan mushrikiinta mar waa kuma axadka khalaqa abuuray samaawaati xirariyaah iyo arda dulalka ayaquluna waxay leeyihiin khalaqahuna waxaa abuuray xirarka iyo dulalka alcasiisu alihi awoodda badnaayo alcaliimu wax walba la ogaa aladii allaha soo jecalay ee lagu idinka arda dulka mahdan gogol idinka dhigay oo uu jecla yeelay lakum idinka fiiha ardada gudaheeda suqura wadooyin wadooyin maxaa loo sameeyey lacalakum tahtaduun inaad ku hanuntaan wadooyinna ku gaadhaan ayib masa ilaahay maaf ugu talagalay ayib aladii alihi weyaan allahaasi nasala dejiyeyo min asamaai daruuraha maakii kasoo dejiyey maakaasoo biqadaarin biqadri lmaslaxa waalkifaaya waalxaaja wuxuu ilaahay soo dejiyey oo daruuraha ilaahay ka soo miiray biyo biyahaasi iyo fatahadama kuwa qoom wuxuu lagu halaaga oo kale ilaahay inuu sii daayo ma guri baa dhannaana ma gaari baa dhannaana ma geel baa dhannaana ma makhluuq baa dhannaana oo la baabi ayib wax yaroo aan ku filayn ummadda haddii ilaahay keenana xaajadii iyo dantii iyo baahidii ma daboolayso marka ilaah subxaana watacaala waa leh xakiima masalxada yaqaana wuxuu yidhi subxaan biqadarin qadar ummadda ku filan ayaga afkooda iyo dhismahooda iyo beerahooda iyo xayawaankooda iyo wax walba ugu filan buu ilaahay soo dejiyey subxaana fainsharna waxaanu ku nooray nebigeebe bihimaaga bidatan magaalo baytaro dhimatay magaalo dhimatay oo nabaad gubtay oo dalad iyo dhogor midna aanu ahayn waa ilaahay intuu roob kaa keeno yaa deedna markaaba qaladkii iyo fiirkii iyo magoolkii wixii oo dhan baa markaa ka soo dhalanaya marka wuxuu yidhi kadaalika sidaas dhulkaa nabaad guuray aan u soo noolaynee dhogor uga soo bixinayba tukrajuladikana laydu soo bixiya waa weyba maa maxay ku soo baxay waxaas waxay
تصوير الله سبحانه وتعالى، والذي عليه هو ينزل الدجيل من السماء ضرورها ما أنبيه أنتم أنزلتموه من المزن شيء أذكره سنبه الكيس مركز
ku ekaataa oo xasuusta nicmadeeda rabbigii uu idin siiyey wixii kugu qaadan laadaduba ilaahay muddo dheer baa saacado gudahood ama daqiiqada aad ku tegaysaa rataanimada in la xasuusto oo laga mahadceliyo weeya markii neefka gaadiidka alla fuuro dabarkiisa aad ku ekaato wuxuu ahaado markaasaad ducada akrinaysa ducadaas wuxuu leeyahay maarata ilaah subxaana watacaala subxaana aladii sakhara lana haada wamaa kunnaa lahu muqriniin wainaa ilaa rabbina lamunqalibuun allahuma inaa najcaluka fii safarina haada albira waltaqwa wamin alcamali maa tarda allahuma hawin calayna safarina haada waطwi cana bucda allahuma anta saaxib fi safar walkhaliifatu fi lah اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب الأهل والمال وكما قال صلى الله عليه وسلم بعد وبعد يا أبقي بابادان وقفك إنه بلد الباب هي ويانا بعد وآخر يوم مركا وحبي الله سبحانه وتعالى وإنا إلى ربنا من قريبون سفر كأدونك أن سفر يسوع وحل الربائين وحسوس وقوم وصفك آخر safarka akhri uu ku xasuusiyo hadday taasi dhacdo waxay keenaysaa haddii dayno kugu lahaa haddaad bixin kartana waa inaad iska bixiso haddaadan bixin karinna waa inaad qoraal iyo taariikh ku samaysa iyo maratay dardaara inaad ku samaysid weeyaan haddii adiga wax kaa maqan yahay sida oo kale inaad maarata kumahay ka dardaaratid qoraal u samaysid tira xaqaasa iga maqan haddaa soo noqon waayo waxaa la ogaada intaas ay ka maqan marka safarkii aakharo inuu qofka maaragtay xusuus ugu noqdo kasalka doonaya kaasuu yihi illah subxaanahu watacaala waladii anihii wey khalaqa abuuraya aswaaja lamaanayaalka abuuray kullaha dhammaantood oo way gacana yeelay lakum idinka min alfulki maraakibta iyo doomaha waalancaami waaltaa'iraati waasayaaraati waxaasoo dhan idin yeelay maa tarkabuuna waxaa fuushaa litastawuu inaad kuwa markaad ku ekaataan calaa duhuurihi dabarkiisa markaad fuushaa oo dabarka ku ekaatid ikhtiyaarkaagiina uu kaa dhammaaday ee markaad ikhtiyaar weyd gaadiinkaa dad kortay uma tadkuru inaad xustaan wey nicmata rabbikum rabbigiina deeqdiisa litastawaytum calayhi markaad gaadiinkaa korkiisa ku ekaataan oo wataquulu aad tidhaahdeen subxaana waxa hufnaada oo ceeb la aaday alladii alihi sakhara fududeeyo annaga loo sahlaylana annaga haadaa gaadiidka wamaa kunnaa mana anaan ahaaneen lahu gaadiidka muqriniina kuwa kale awooduna maana kale diyaaradaha kaamaraysa haddaan ilaahay fududaynin ya wadamo yar baa la daataabanaya haddaan ilaahay fududaynin ma u marin lahayn in mar dala kicin lahaa marna soo dejin lahaa ya mar hawada meesha u sarraysa la geyn lahaa marna soo dhaweyn lahaa maxaa wayna awoodiisa maraakiibta aragtee badda iyadana maraysa haddaan awood eelma jirin oo ilaahay fududaynin ma waxaasaad ku marayn lahayn waxna ku durari karay wey baa ogii sida oo kale boqoriga intaas uu ku ordaya meel yaro waxaad qabanaysaa maaragtay kabatoro yar baad ayay ku joogsanaysa gaadigii orday inta xamliga ku orday waa kusii joogsanaa ya baarka iyada masaltaasa ku wareejinaysa meelana meeshaad rabto luuq isaad geli kartaa gaadiidkii waa sidaa qataarka bahalka la ilaahay angaraaraca isagaa isdaba yaacaya maxaa maraysa waxaasoo dhawaa ilaahay saaxifuday dintiisa wey aladii sakhara fududeeyey lana annaga haadaaka wamaa kunnaa ma anaan ahaaneen lahu gaadiidkan muqniniina kuwa kara wamaana awoodba manay waynaa annagana ilaa rabbina rabbigana axdiisa unbaa lamunqaribuuna unoqonayna haddii oo waktiguba naga dhammaaday ee ilaah loo noqonaya subxaana watacaala marka qofka inuu tawbada ku dheganaado wuxuu ilaahu jacal waxay u yeelay lahu eebbe min cibaadihi addoommadiisii qaar ka mida bay u yeelay jus-a nasiib nasiib bay u yeeleen oo malaa'igtu waxay dhawaa gabdhihii ilaahay meeguu shakiin dalkii
muslimiintu wuxuu ilaahay beenan isaa banu aadamku marka fuuro mid gaalnimadiisu aad u badan tahay weeyaan mubiinu weliba gaalnimadiisu ay caddahay markuu ilaahay maxbuubkii ilaahay ka muuqday uu leeyahay inta ilaahay iskale wixii wiila annagaa iskale wixii gabdhaa ilaahay iskale maragta waa gabdhihii ilaahay waa arrin aad iyo aad runtii gaalnimadeeda ay u muuqato wajacal waxay u yeelay lahu min cibaadihi addoommadiisii oo sida loo imaan doonto malaa'igta jusan bay u yeeleen qayb nasiib ina alinsaan binu aadamka waxaa lagu yaqaanaa lakafuur halka jibigii waa laga hay lakafuur mid gaalnimo badan hal ilaaha insaanka aan muminka ahayn yucadid lmasaa'ib wayukfi anicam gaal waxaa lagu yaqaanaa waxa loo bixi balaayo oo yar oo armaad ku timaada la aflabay ku dhawaaqay haddii uu nicmo kasta uu helo maalintiiba haddii uu hal milyan oo doolar faa'iidayo ma sheegaayo ma sheegaayo marka lakafuur wey mumin wuxuu yidhi ama mase intakhadaba wuxuu yeeshay balba intakhada eebaba wuxuu yeeshay mimaa yakhluqu waxa uu abuurayo ee banu aadamka wax walba iyo wax kadig baraba wuxuu ka yeeshay banaanti gabdhaha ku yeeshay wa asfaabu idin kalaba wuxuu idin barax tiray oo idin gooniya dibaniya u yeeshay soo mara tilka idan qismatun diisa waa qayb cadaalada aad uga fogo jaw awal in allihii adduunkan iskaa aakhara iskaa uunka oo dhan lah la yidhaahdo rabbidiyo way xaqiiyo ilaahay baa iskaale wiilashiina annagaa iskaale cadaalad aad aad u xumeeyaan wuxuu yidhi subxaan gabdhihii markaa ilaahay ku yeelayeen waydaa bushira haddii lagu farax geliyo axaduhu mid iyaga ka mid a bimaa gabdhihii daraba ugu yeelay lirraxmaani allaha naxariista uu u yeelay masalan tusaale dalla wuxuu ahaanaya wajhuhu wajhigiisu muswada mid la madoobeeyey waa meesha astaanta jirka ahee laga garanayo qofku inuu faraxsan yahay ama murugeysan yahay halkaa wajigaawa markuu faraxsan yahay halkaasaa iftiimaysa markii uu murugeysan yahay halkaasaad ka akhrisanaysaa wahuwa isagiiloo kariimu weliba rug laga buuxiyey wixii haddii loogu bishaarayobaa gabadhbaa ku dhalatay isagu murugoonayo wajigiisa la gadoobaanayo moodaalkiisu la jabayo ya miyaa ilaahay loo yeelay subxaanahu watacaala waa arin aad cadaaladda uga fog wuxuu yidhi subxaana mid labaad awaman axad yurashau la barbaarinayo fi lxilyati qurxin dhexdeeda lagu barbaarinayo wahuwa isagana fi lxisaami xagga dood iyo hadday noqoto inuu aragta muxuu ahay xaaja qaadasho ayru mubiinin aan waxba caddaysanin makaasa ogyahay dumarka waxaa lagu ogyahay hadday xaajo iyo geedu noqoto in maaragta muxuu ahay aysan gartooda dhacsan karin dumar dartood aysan dhacsan karin dayib waxaan marayaa waktigaasi oo waktigii xishoon jiray dumarku ay dumar ahaayeen hadda iyagii waa wada looyaraahay iyagi waa wada muxaamiya oo looyaro adigii baa laga yaabaa hadday wax kaarka kalaa inaad tiraahdo waxbaashii baa kusiine markaana wixii kaarka kale ii soo diraandini adigaaad soo diraandini karin oo la soo bixi karin laakiin berigii hore ee la xishoon jiray ee dumarku ragga markay bilaadiisa arkaan ay maarata wadadaba ka leexanayeen geedaha dhinaca shir ka barayeen ya waktigaas ahayd bay la tahay hadda waa waaye waa ceceedarta geska qabo waxaa lagu qurxinayaa yani maarata bilad kordha markay yartahay iyadoon maarata hataa laba sana gaadin bacaalaha loo casaynayaa hadiyaha loo guduudinayaa dhagaha loo dureebinayaa muhriyad iyo waxaa loo xirayaa muxuu ahay dhegdhego iyo katiinadaa loo xiray wiilkii wagaa isugu daya wax loo xiraya ma loo xiray
وعن تصل إلى الجميع الله سبحانه وتعالى وإذا بشر أما مثلا اتخذ روح من الشهاب مما يخلق روح سبع بوريم بنات كبب وعش وأصحابهم إذا ما يدين برحت ليو بالبنين وعش يدين برحت ليو وإذا بشر أتي المفرح بلي أحدهم إذا كمدع بما جنسي ضرب ويا لله الرحمن الرحيم حريص كمثلة صالح ضربها على وجهه وجه يسوع سود مثل مذوبين وهو قديم روح القبح ينغي وعلى رجل النفط قليل وحسوس لا اللي هو قبض يبقى قوي قبض ضربة بشي مكي أو معرفة محمى إلهي قلت يا ذبه قليل وقرف بحب مالتي ضربة قل مصوبة عطيبة وهي سنة دوام بتخلص مصوصة سلامتها قبل ان يشرب يقول ما ادري من وهي ساكت اني هي دروس دين مدى ومن اعمال الجاهليه او من احد من الشوق ابو حنايا في الحليه باللذين يوم وهاي مريض يدور ابو حنايا وهو يسرع بالحسام هذين دود يقرر وطو غير مبين بدون حتى يسرع غير كيفيه كعذر طيب وابقوا ملوك الجبنة وجعلوا وحيا الملائكة ملائكتي الذين ملائكته هم إياك ملائكتي عباد الرحمن لأن حريص تأدلوا بديسا وحيا كيا لناسا وحيا كبيرين وحيا لها الملائكة وحيا وانا ببيني لاحي لأن الجميع مغرضة تكون سريع بدينا مرايك ودريك مرايك ودريك ساسا كبير توازن إلى أحد سؤال مليوك من الشهيد من صاحب خلقه مرق إلى ملائكة أبوري كبدرك أبوري وكبجوك بك أهيان طيب جوابك سؤال جواب يدوي بهواي الله هو حجي لذلك استطيع تقوى أن القرية شهادتهم مرخاتيكا سلام قرية أشهد خلقهم مرخاتيكا سلام قرى والدي وقرينه هيا حتى القرآن ويسألون يوم القيامة والوالدين من القيامة فرقى الله هيدين ورأيت وقبله إلهي الله هيدين هيا هاتوا برهان مدريكا حاضر مسكتين حاضر تيريسين كان لي حكي واحد يقول لي نروح هناك يا رب لا ما حيوه مرخ ملائكة لما أورانك رب واقع بيه وواحي من دي لما أورانك هدي لي إلا هو واحد يتبقى لبقاله لي لكن هو أحرف هدي لي لما قاله لي سألطا هدي في جبريل النبي عليه الصلاة والسلام أبوي من يا أبوي من واحد يتبقى من تركب الله يأذن قديم تبي سؤال بيوريه وكي سؤال أهل بيوريه إيمان حال إلهة سلام إمام حال إلهة إحسان حال إلهة وكي بيوريه يعني سلاة وسلام وكي طبعا كي ويديه بلا أول بر العكس بل مسؤول عن خالص المسلم أعلم من السائل وقال صلى الله عليه وسلم وكوالي سويدين دون أهل تراوكالي وقال وحيه نقول إن شاء الله إن شاء الرحمن الله حديثنا في الدنيا لها ما عبدناهم ما نعبد لوحي الله كسوحي وحيه بماضهم وصفنا لهم بذلك أهلك من علم وحكو قادية إنهما يوم سنعان إلا يخصونا وبيانتا وصوح الضمائي وحكر ما يسنعان أسفل يحكي سبحانه من هو سبحانه أما مسيحتيناهم ووحي مصيبة كتابة كتاب ياسين كتاب كاسو من قبل القرآن كفريه فهم يوم به كتابك مستمسكون أي حيستان يعملون به ويذكرون ويذكر ما يقولون وحي الشيء بيان كتاب كورنية وقرآن كل مية حيستان وما حيستان سنوك في داره تصوير يا سبحانه وتعالى وحي الملائكة ملائكتي الذين ملائكتهم اليوم عباد الرحمن
الله حديث أدون بدي ساهو لا يعصون الله ما أمره ويفعل ما يؤمر. إله سبحانه وتعالى مع عصيان وإله فرينا ويفقنيا وهم يبني يعملوا أمر كنبي بشرية ووحي هي إناس وحي كبيرية وحي باشهد بيه حاضر خلقه أبوك وضبركي إلهي وأبوري ملائكتي وحدك بكاء ولياك وجوكك ستكتب ولوري شهادة الخاتم وذا سيد القرى ويسأل روان لو يدير دون مالك القيامة والاسم يدير دون الكوحات أي آيات المعامة شهادة الزور قدرت إلى شهادة الزور يا وحنا أوجي وكما تخاتك عظم خطرت إلى ذهي بآيات التمام يسأل نوع ذي يسأل نوع ذي حيزاء وقال روحي به الرحمن الله الرحمن هديه سدوني عدم الإشاء الإله سبحانه وتعالى ولو ذا ما عبدناهم وبأننا عبدنا غير الله لا وحد صاحب ما رب ما عنك يلم بذلك أنت من العلم وحكادية إنهما هما يسانا عن الرب إلا يأخذ الصورة وبيت حقا بيت صوت بريا ما أنا أحرم يسانا عن الرب وعكروا هذا قبائح ذوذي مكي إله ساو قوة رمي هذا هو قوة رمي تقليد وحد وحد إسلامي بيجيرو أبو يانكو يا أبو يانكو يا أبو توي كودي بأسان سكهي سنايني يعني سوق يعني وبعد ما نقول سكهي سنايني قال تعالى يوحي أن أتيناهم موحى مسلمي كتابا كتابا من قبله القرآن الكهرية وهم يبقي كتاب كاتب استوى سكونا هيسا انت سي قلت هوري لسورتا بل قالوا وحيدهم إنا أنك وجدنا وحمل هلي آباءنا أبيالك النوب أو يالك النوب أي يالك النوب وحمل أهل على أمة بلدي ديبا مكهلي وإنا أنك على آثار وعدات كودة ونفتك ربهم علينا كوبا في العسنة طيب يحيي الله سبحانه وذلك السيدة قوم كاك وقدر عليها يقول يهرب ما أرسلنا أنا قدري من قبلك أن يهرت هذا في قرية دمت من نذير من الدرا إلا قالوا هي إلا قالوا هي مطرفوها كل من بين إن أنا وجدنا وحنا هلي أبا أبا يركنا على أمة وحنا هلي دقا سجيك وإن أنا على أثار بيقا كاتفوذ بربو دقمو ما نقدر من الذين الذين من الدجاج
إلهي بكم مرضيستي إلهي يسوكم ساعي إيو ضدك المضحرة لبدا سأقبض إلي حق التهداء وحقبض الحق إلي معادلة بعفرة يا أبضا إلا قال بحوين مترفوها كل علم إيو وحدة إنا نجا وجدنا وحد هلوي أباءنا أبيالك النوم على أمة بلد بانك هلوي إنا نجا على أثار بلد هود ومرتد نقداني لا قال بحوين رسولك عليه الصلاة والسلام قال رضيه قل رضيه وكا إله نبيكم أمر يوم روحة الله ورسول الكريم أتتبعون أتقتدون أتهتدون وكوها مريسا ولو جئتكم حتى إني لئمن بأحدى وحكة منبضا مما وجدتم بها كي أشياء عليه كل كيسا أباء أبيات روحة كي أشياء كسو قدر عادوين كي نغل كي وحكة في عقادان دي لئم وحي هي كتاب الإمام بولان الدين كي مسكر عيسى قال وحي لنا نجا بما أصيب به إلا إن الله صوت دري ما في الدين بصوت أفتح هذا أنا أبا إمام ما تبين كسو قادا هل هو حسب أصلا عيسى يا وحي لك هذا إن بما أصيب به كافر نبي محمد وبيه هذا وعليه صوت دري والدين وحي لنا انتقمنا وانو كأرسلين منهم إيقا حق الله ما كأرسلين يقال كي بدر وكي إبر وكي إبر فانتر فيه أيها رسول الكريم كيف سيدك عارو هذا عقبة المكذبين كوين بيننا يحق عليك بحيوم عن تولي بخير هذا يقول إيه بريه إبن قوم نوح صوت له قوم نوح إيه قوم هود إيه قوم صالح إيه قوم هود إيه قوم شعيب وإيه صوت هذا يحقوا دعيه عليك ما أنت أصلاً أبا أقول أنا أقول عيسى وحلي الملا أنت أصلاً سكسوا بالي النبي عليه الصلاة والسلام قال أبي النبي تتبعون مع عيسى أبيالك ولو جئتكم حتى لدين لكن إذ حتى بإحدى وحكة المنبضة مما وجدتم واحد كيش عليه كل كيس أباءكم أبيالك واحد كيش قال واحد أهل لنا أنا بما وصلتم به حبيب الله صدري وكافرون وبنت الدماء وبشر الى هذو كتاب على الدين بقى وخلص بيان في دوله بكره يا ان بما وصلت به كافر الدين بقى وهي لك فانتقمنا وكاسنا منهم هي حق وضع بل وكاسنا يفضل فيه كيف السيده كانوا هذا عاقبه المكذبين محمد قال ابن ابراهيم نبي الله ابراهيم لابيه ابيه اسرى وقومه قوسه كل شيء ان ذلك براء بناك ان تجوغا بما تقدم عن عبد يسال نبي الله ابراهيم ابيه الله الله وقال الله تقوم كيسي وكيل الدين بوحيه لكم دينكم وحيتي سيدنا يقول لك عليه الصلاه والسلام انني براء بما تقدم عبد يسال إلا الذي أليه ما عارف خطر لي أنك يا أبو ري إيه بلاوي أهسي وفإنه ربي سيهديني أسرع إبوها مرنيا حقا إيا مصرحة إيا صواب أسرع إبوها مرنيا وجعل أبوه ياري إيه بها أو كلمة توحيدك كلمة بوكيري باقية حريصة في عقبه نبي الله إبراهيم يتر الكيسة يوحي كفع عمي ورقة كلمة داس قف الله وقضى المياه ورقه يتر الكيسة نبي الله إبراهيم لعلهم أيها الوحيد ذي يرجعوا إلى اللغات وإن قال مركي ويربا وشيه مدى إبراهيم نبي الله إبراهيم يعنيه أبيه ويري إيه وقومه أبوه تجاهل يا أبو مراسي يا أبو حرشه قال لي حق الكسر الجدو حق الكسر الجدو وإن لي إلى هذا وما صلح قضية إن من براء فرناك الجوغة مما تعبدون وحن عبد الإسلام من الأصلاف غير الله وحن لي أهل سعود العبد الإسلام هي عريبة اسمح لي سنوه فرناك ما كما روح نقضى سنما إيوه إلا الذي قال لي ما أنا فضرني أبو ريو الله سنقضى
nahay qodobka isaga aan ku tiirsanahay oo fa innahu allahaasi siyadiina xaqii ku hanuuninaya wajacala wuxuu ka yeereebahaa kelimatu tawxiidkii kelimatan buu ka yeelay kelimadaasiyo ereygaasoo baaqiyatun ku xarsan fii caqibi bilintiisa lacalahum waxay mudayeerjiminay noqdaan nabiyullaahi ibraahiim waxa waaye ummadda banu israa'iil layidhaahdo nabiyullaahi ibraahim baka carabna nabiyullaahi ibraahim baka marka la weyn maayo mar walba qof ilaahay subxaana